الفنانة الشابة نسمة محجوب كانت أهم نجوم برنامج اكتشاف المواهب الشهير ستار أكاديمي، وفازت فعلا باللقب وبعد دور في الفن واحترفت الغنى والتمثيل كمان. وفي عرب ود قابلنا نسمة محجوب وأجرز منا يحيى حمزة حوار معاها بيتكلم فيه عن مشوارها الفني وألبومها الجديد والسنجل اللي بتحضر له وكمان تجربة المسرح. أنا فرصة في الحياة ما بتجيش مرتين، واسأل نفسك حبيبي أنا حب مين، اديتك قد ايه ما استقدرتش عليك، وعملت حاجات كتيرة وانت فيك اللي فيك. أنا فرصة في الحياة ما بتجيش مرتين، واسأل نفسك حبيبي مين فينا حب مين، اديتك قد ايه ما استقدرتش عليك، وعملت حاجات كتيرة وانت فيك اللي فيك. مساء الخير على كل اللي بيشوفونا وعلى كل مشاهدي برنامج أرب وود. احنا النهارده معانا فنانه شابه قدرت توصل للنجوميه في وقت قصير جدا بعد طبعا فوزها بلقب ستار اكاديمي 8. هنتكلم معاها اكتر عن الجديد في الفتره اللي جايه باذن الله. عندها معانا الفنانه نسمة محجوب، منورانا في أرب وود. ربنا يخليك. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. كله حلو؟ كله تمام الحمد لله. حابه نبدا منين؟ يعني نبدا من ستار اكاديمي ولا نبدا من زمان قوي؟ لا خلينا نبدا من بعد، من بعد ستار اكاديمي يعني. طيب خلينا في الاول يعني نبدا باللي هو يعني بعد ما خدتي طبعا لقب ستار اكاديمي، عملتي يعني اضاف لك ايه لقب ستار اكاديمي وفادك في ايه؟ ستار اكاديمي انا لما دخلت كان عمري ما اتفرجت على ستار اكاديمي في حياتي. يعني دخلت بالصدفه كده، كنت رايحه مع صديق بيقدم فقدمت كده فور فن يعني، فاتقبلت فكملت، فيعني الدنيا كلها جت كده يعني. الموضوع قلب معايا جد واحنا في لبنان. يعني خلصتي ستار اكاديمي وخدتي اللقب في 2011. أيوة. احنا النهارده في 2015، يعني قولي لي الاربع سنين دول عملت فيهم ايه وحققت فيهم ايه اللي اسمه محجوب؟ بعد ما خلصت ستار اكاديمي رجعت، جالي طبعا اكتر من شركه انتاج، لان انا مش ماضيه مع ستار اكاديمي. السنه الاخيره للشركه القديمه تمام بتاع اللي كانت ماسكه ستار، وللمنتج المنفذ مدام رولا سعد. كل ده خلص مع السنه بتاعتي، كان اخرهم 2010 بالظبط. في 2011 السنه اللي انا كنت فيها ده كان اخر حاجه، فاحنا ما مضيناش معاهم حاجه. فلما خرجت انا بقينا احنا حرين، ومش عايزه اقول ان دي حاجه وحشه، بالعكس يعني انا اتبسطت بيأيدوا يعني شويه بيقولين دايما بالسيزن اللي بعده وبينت اللي بيمضوا معاهم. فالناس بتفضل محبوسة جنبهم خمس سنين ما بيعملوش حاجة، ودي مشكلة ناس كثيرة قوي خرجت من ستار اكاديمي. فكان بالنسبة لي أنا يمكن أقول الحمد لله بقى حظي كان أحسن، إن أنا ما كنتش ماضية مع أي حد، فكان في فرص إن يجيلي شركة إنتاج جم، ولكن أنا ما اتبسطتش بالعقد يعني. يعني هو صعب إن في الوقت ده حد يجيله شركات إنتاج، أنت جالك أكتر من كان سنة الثورة، الدنيا كانت بايظة كده كده اقتصاديا وحاجات كتير، وكان في شركات كتير عندها تخوف انها تعمل حاجة جديدة. فمش عايزة اقول ان انا شركات انهالت عليا يعني، ولكن بس في ناس عرضت تظل اصلا ان احنا عندنا مشاكل انتاجية ما فيش حد بيعرض، ولذلك العروض ما كانتش حاجة يعني تبهرني يعني. نسمة كمان يعني دراستك، انت درستي مزيكا ومسرح، هل دراستك فادتك في مشوارك الفني؟ طبعا فادتني جدا جدا في اكتر من حاجه يعني. لو احنا هنبدا من ايام ستار اكاديمي، لما روحت هناك كنت انا دايما سابقه الناس بخطوتين يعني حاجه يعني لو احنا هنبدا من ايام ستار اكاديمي لما روحت هناك كنت انا دايما سابقه الناس بخطوتين يعني متمرنه بقالي قد، فانا كان بالنسبه لي قرايه النوته السولفيج اي حاجه بنعملها ما كانتش بالنسبه لي مشكله، غير بعض الناس هناك كانوا لسه بالنسبه لهم ده الخطوه البدائيه في تعلمهم المزيكا. فده كان اريح ليا، اريح للاساتذه هناك، ان هم كانوا يقدروا ان هم على طول يفهموني هم محتاجين ايه. بالظبط، لان احنا بنتكلم بنفس المصطلحات يعني، لما يقولوا لي اي كلمه او كده ببقى فاهمه هم عايزين ايه، فبنفذ اللي هم عايزينه. لما خرجت من ستار اكاديمي، لما اكون مع فرقه، مع مايسترو، مع حتى مع الباند بتاعي، ما دام احنا فاهمين اللي احنا بنعمله، انا باخد اللي انا عايزاه منهم وهم بياخدوا اللي هم عايزينه مني. فبنبقى على كتير لاننا بنفس اللغه، وبنقول النص الربع السيكا هنا، المقام كذا، الطبقه كذا، سكيل رايحين فين، هنقلب العمليه على طبعا بعض. خلاص. فبيبقى بالنسبه لاي قائد او اي فرقه او اي موسيقي او اي عازف او اي مطرب، انا سهله التعامل.
وبخلص على طول الموضوع في استوديو، ببقى فاهمة المهندس عايز مني ايه والحاجة بطلبها منه على طول، فبياخد مني المعلومة على طول وبينفذها، فبيبقى الموضوع طبعا أسرع وأنضج يعني بكتير في التعامل. طيب خلينا نتكلم عن اللي احنا فيه النهارده، طبعا أيوة. الالبوم هيت ناين، عايزك تقولي لي بتشتغل ايه وكلمات مين والحان مين؟ هيت ناين، انا طبعا اتعرفت من قريب على ميدو وعلى بوست برودكشن، واللي عرفني بيهم بصراحه كان واحد من الفانز وهو صديق لميدو، اسمه ابراهيم سليم، هو اللي عرفني بيهم الحقيقه، وعرض عليا ان تعالي وقابلي ميدو وشوفي لو تحبي ان انت تديله حاجه من اغانيكي وتنزل في هيتس ناين. فانا بصراحه ما تاخرتش يعني، لما لقيت ان في فكره حلوه رحت وقابلت ميدو وسمعته اكتر من اغنيه، واكتر واحده علقت معاه قوي كانت اغنيه حب اخوات اللي هي ان شاء الله نازله في الالبوم في هيتس ناين. كلمات والحان شاب جديد اسمه يوسف، وتوزيع محمود صادق. تمام. فالحمد لله يعني الاغنيه مش عايزه اقول دراميه شويه، هي مديه على روك، هي دراما روك يعني، اغنيه روك سنه. الموضوع يعتبر جديد بالنسبه لالبومي وبالنسبه للسوق، اللي هو مش اي حب وخلاص، لا ده اتنين بيحبوا بعض، انما هو بيحبها حكاية. حب اخوات على عكسها هي طبعا. وفي اطار قصه يعني، الكلمات مش بتتعاد تاني، هي على 3 كوبليهات، فبتسرد قصه على مدار الكوبليهات دي. فانا شايفها فكره، الحمد لله فكره كويسه قوي. يمكن عندي شعور للأغنية دي بنجاح أقوى بكتير من حاجات تانية، لأني كنت مختارها بعناية أكتر، بخبرة أكبر يعني، كنت بدأت أنا بقى أفهم كمان مع الوقت ومع خلاص الحنكة بقى بتاعت الموضوع، فبدأت أفهم شوية أنا بعمل إيه يعني، الحمد لله. بس وبإذن الله هتتصور بس وهتنزل كليب، ويعتبر أول كليب ليه. اخيرا ايه الجديد عند نسمة الفتره اللي جايه، وبتخططي لمستقبلك ازاي؟ بخطط لمستقبلي، ده انا بقالي فتره كبيره قوي يعني، بقيت من زمان بقى انا بخطط. انا صغيره بخطط لمستقبلي. ايوه يعني انا الفتره دي المفروض كنت مؤخرا بعمل بطوله مسرحيه دنيا حبيبتي، اخراج جلال الشرقاوي، وبطوله كمال ابو ريا ورضا ادريس وسيد جبر ومحمود الاشطر وهنادي وناس كتيره قوي بصراحه من الفنانين المسرحيين الجمال يعني. هي مسرحيه استعراضيه وغنائيه، انا بقوم ببطولتها، اسمها دنيا حبيبتي وانا دنيا، وكانت بتتكلم عن الاحداث اللي حصلت في مصر والاخوان وكاركترات الاخوان اللي عايزه تاخد مصر ليها وبتاع، فهي مسرحيه دسمه جدا يعني باحداثها. فدي كان يمكن اخر حاجه انا عاملاها دلوقتي، ومعاها فرقه فابريكا اللي هي بترقصها دكتوره نيفين علوبه، واللي هي دكتورتي اللي بتدرس لي غنى من زمان يعني. يبقى اتمنى لك طبعا كل التوفيق، وانا مبسوط ان انا كنت معاك النهارده. متشكر قوي، وان شاء الله من نجاح كده النجاح باذن الله. يا رب باذن الله. متشكره جدا، ميرسي يا فندم. شكرا. طبعا خلص لقائنا مع الفنانه جميله نسمة حجوب، ودايما الجديد والحصري في عرب وود. سلام عليكم. في تطور مفاجئ أصدرت نيابة الأسرة بمدينة نصر تقرير